ضمت فعاليات اليوم الثاني والأخير لمنتدى خليج البحرين الجيو اقتصادي خمس جلسات نقاش من خلالها المشاركون ناقشوا طبيعة تلك التحديات والمخاطر والتي تعصف بعالم المال والأعمال بأسلوب تحليلي أريد من خلاله وضع التصورات الجديدة لكيانات السياسات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي حمد أرشدات والتفاصيل جلسات خمس ضمها اليوم الثاني والاخير لمنتدى خليج البحرين لم تخرج من دائره طبيعه تلك التحديات والمخاطر التي تعصف بعالم المال والاعمال محاور تم تناول عناوينها باسلوب تحليلي استفيض فيه ليتم استخراج الاسباب وارفاقها بمتنوع الحلول الراميه الى اعاده هيكله السياسات الاقتصاديه على المستويين الاقليمي والدولي يعني اليوم آه النظرة إلى الاقتصاد العالمي تتمحور حول عدة تحديات أول تحدي هو آه السياسة الاقتصادية العالمية للإدارة الأمريكية الجديدة وإعادة النظر بالاتفاقيات التجارة العالمية آه الخروج من اتفاقي اتفاقية المناخ العالمية وبالتحديد موضوع الصين والاقتصاد الصيني والنظام المالي بالصين والمخاطر التي يمكن تنتج عن نمو القطاع المصرفي الرسمي والقطاع المصرفي الموازي القطاع المالي الموازي ايضا هذا احد التحديات التي ينظر اليها العالم والتحدي الرابع هو التقلبات الجيوسياسيه الأزمات الموجودة بشر الأوسط والكما الأزمة الجديدة في مع كوريا الشمالية اقتصاد يفرض عليه البقاء في مرحلة التوجس والتخوف جراء تلك المنحنيات التي تصادف سبيل استقراره وتقدمه وحتى نهضته بين الفينة والأخرى وهذا ما تستشعره تلك النخبه في مجاله ممن استوقفتهم متنوع الاسباب التي تقف وراء ضيق التنفس الذي يعاني منه ولا يكاد يسيغه العلاقه ما بين السياسه والاقتصاد علاقه يعني مرتبطه ببعضها بشكل كبير جدا علاقه طرديه لا علاقه يعني متداخله تداخل اي متغير بيحصل في الاقتصاد بينعكس على السياسه والعكس صحيح حاليا في الوضع اللي احنا فيه يمكن المتغيرات السياسيه هي اللي بتنعكس اكتر من كم شهر من فترة اللي فاتت لما سعر النفط حصل فيه نوع من التراجع كان هو يمكن المتغير الأساسي اللي بيأثر لكن حاليا وطبعا سب انعكاسات حقيقية على سياسات المنطقة في صوره العالم الجديد تستقر التجاره وتضطرب وفي حضره العالم الجديد تتذبذب التوقعات حول مستقبل الطاقه وتغير المناخ الاستثماري وفي لغه العالم الجديد تفصل الاصلاحات بعمومها على جسم التحديات الكليه وفي قاموس العالم الجديد ايضا يصبح المشهد الاستثماري أكثر قدرة على المنافسة وأقل رغبة في رؤية انعكاسات السياسة السلبية أولاً طبعاً الوضع السياسي في أمريكا ونوع من نوع الشلل الاقتصادي في السياسة في أمريكا شيء بخوفنا طبعاً السبب الثاني هو الصين الصين بسموها accident waiting to happen الدين كثير مرتفع نحن تصورنا انه بي بي بيقدروا يضاينوا بيقدروا يمروا بالازمه بس بس ما في شك انه مستوى الدين مرتفع جدا عندهم وعلى اسادهم والسبب الثالث هو اذا ارتفعت اسعار اسعار الفائده منتدى خليج البحرين بنسخته الثانيه جاء بمكنون الفائده وعظيمها التي حلت على جمله من نقاط الضعف التي وطأت بقدمها على بيئه المجال الاقتصادي بتشعباته كافه في الاونه الاخيره، مجال اكد المنتمون اليه رفضه لاملاءات متغيرات سياسه دوليه تعزف لحنها بادوات غيرها من القطاعات. لتلفزيون البحرين محمد الشهيدات.